مناقشاتها نور ليه نحن العاملين مركز الرعاية الطبية بمنطقة ريف الحولي، بنقدم خدماتنا لحوالي 10,000 نسمة، أغلب السكان من أهالي طلف ومن البرج كيسين والسمعليل. عنا الخدمات اللي مقدمها بالمركز، عنا مخبر تحاليل طبية، وعنا صيدلية، وعنا عيادة سنية، وعنا مركز استشفاء للنساء ومركز استشفاء للرجال. حاليا بالمركز ما عنا اي جهه داعمه للمركز تقدم لنا الدعم، ونحن حوالي 25 موظف او عامل بين فنيين وممرضين واطباء نعمل بشكل تطوعي بالمركز. أنا من قرية طلف، جيت على المركز الصحي الوحيد بالضيعة، جبت ابني حرارته مرتفعة وطاب، يعني في خرة بصدره وسالة قوية، فالشباب الله يطول العافية والدكتور فورا يعني استغلوا ضربوا إبرة خافت حرارة وفحص الدكتور في التهابات بالصدر كتير، يعني عم يصيب الأولاد هيك عنا بالضيعة، والحمد لله الشباب يعني عم يقوموا بعملهم على أكمل وجه الحمد لله، وصفوا لي الدواء ولا بدي أروح أخذه من الصيدلية، وإن شاء الله الله يشفي الكل.